كابتن احمد العجوز الف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك علينا كلنا. توجه كلمه بقى لجماهير النادي الاسماعيلي. بقول لهم الف الف مبروك عليكم بطوله الدوري. بقول لهم احنا متشكرين لوقفكم حوالينا، حوالي 18 ماتش دلوقتي خارج مصر و17 ماتش في اسماعيليه، وده طبعا اذا كان ربنا اكرمنا فوزنا بالدوري ده فاحنا فوزنا عشان نهديه لكم، وبنقول لكم الف الف مبروك، وان شاء الله نحاول نحقق لكم مزيد من البطولات يعني. كابتن احمد قناوي، احنا بنقول الحمد لله ربنا كرمنا بالدوري طبعا، ونديه للجمهور ده اللي بقى له 24 سنه بنستناه، ومبروك علينا كلنا. كابتن خالد القماش، الحمد لله رب العالمين، الواحد بيهدي الفوز ده لجمهور نادي الاسماعيليه. انا بقى لي حوالي 20 سنه بلعب كوره، دخل 17 سنه بهدي الفوز ده، يعني نتاج الجهد بتاعنا ده كله اللي احنا جبنا الدوري السنه دي بنديه للجمهور بتاع، الحمد لله رب العالمين. الف مبروك. كابتن عاطف عبد العزيز، والله الحمد لله ان احنا بنرجع النادي الاسماعيلي بعد 23 سنه، وبنادي الدوري جمهور اسماعيليه اللي وقف جنبنا في الموسم كله، وطبعا الدوري العام دوت ليه مزاج خاص للنادي الاسماعيلي وجمهوره، لان بقى له 24 سنه النادي الاسماعيلي ما حققش بطوله الدوري العام. كابتن فوزي جمال، كابتن النادي الاسماعيلي الفائز بدرع الدوري العام لهذا العام، كابتن فوزي كان بيلاقي صعوبه في قياده الفريق؟ طبعا يمكن دي كانت مأثره عليا في الاداء طبعا، لان قاده الفرقه داخل الملعب بتقلل من اللعب الواحد شويه، والحمد لله ربنا قدرني السنه دي اللي انا قدرت اوفق نفسي واوفق لعبي ومجهودي مع الفرقه، والحمد لله طبعا الفرقه اللعيبه اللي كانت معانا السنه دي ساعدتنا كتير، بقدر الكابتن شحته الجهاز الفني وكابتن علي ابو جريشه والعلاج الطبيعي الدكتور اباظه وكابتن عثمان ابو زيد يعني وعمرين لجان وجعفر وكل الناس اللي وقفت معانا يعني الحمد لله. تهدي الفوز ده تهدي لمين؟ بديه اول حاجه لجمهور اسماعيليه طبعا اللي هو واقف ورانا في كل الصعوبات والازمات. تاني حاجه بديه لوزير عبد المنعم عماره اللي هو يمكن من اول السنه وقف معانا بكل الامكانيات الماديه وال يعني الماديه والمعنويه، وطبعا جه كمل سياده الوزير الدكتور احمد الجويلي طبعا برضك ساعدنا في كده، والحمد لله اللي احنا وصلنا كده. وبقى دي طبعا لامي لوالدتي طبعا اللي هي كانت عايشه في قلق في الفتره الاخيره طبعا معايا، كنت عامل لهم قلق في البيت طبعا، الحمد لله ربنا كرمنا واحنا تعبنا السنه دي. كابتن صحفان الصغير حارس مرمى النادي الاسماعيلي الفائز ببطوله الدوري العام لاطول موسم كروي، مرماك اقل مرمى دخل فيه اهداف في فرق الدوري العام، الحمد يعني لله. شعورك ايه دلوقتي؟ شعوري يعني مش شعور انا لوحدي بس، شعور الاسماعيليه كلها، يعني الدوري دوت بنديه للاسماعيليه مش لينا احنا بس، ده بعد عرق وبعد كفاح طويل قوي لمده 12 شهر يعني، الحمد لله قدر ربنا كرمنا ويعني قدرنا ناخد اللي احنا عايزينه الحمد لله. كابتن فكر صغير، بيادي اليوم فوز النادي الاسماعيلي بالدرع لمين؟ طبعا بهدي، بسم الله الرحمن الرحيم، بهدي طبعا لجمهور النادي الاسماعيلي اللي هو واقف طبعا ورانا من اول الدوري، وبحمد ربنا طبعا ربنا كرمنا، لان بصراحه فرقه النادي الاسماعيلي تستاهل من اول السنه يعني اللي هو تاخد الدوري، لاننا على الاول من اول السنه يعني. كلمه بتوجهها لجماهير النادي الاسماعيلي بعد موسم طويل. طبعا بشكرهم على المجهود الكبير اللي هم عملوه من اول السنه، وبتمنى لهم التوفيق في كل المباريات، وبوعدهم ان شاء الله ان احنا هنكمل بطوله افريقيا يعني بنفس المستوى اللي عملناه في الدوري يعني ان شاء الله. الكابتن احمد رزق، بتهدي فوز النهارده لمين؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بنهدي الفوز النهارده لجمهور اسماعيليه اللي وقف معانا من اول ماتش لغايه اخر ماتش، وبنهدي الفوز دوت للمحافظ عبد المنعم عماره اللي وقف معانا بمجهوده من اول ماتش لغايه اخر ماتش، وبرده للمحافظ الجويلي اللي ما بخلش باي جهد على الاسماعيلي، وان شاء الله يعني ان شاء الله بنحمد ربنا وبنهدي الفوز دوت تاني لجمهور اسماعيليه ولكل ام لكل لعيب في اسماعيليه، لان بدعواتهم يعني الحمد لله واقفين لغايه دلوقتي على رجلينا. كلمه بتوجهها لجمهور اسماعيليه النهارده؟ بقول لهم متشكر الف مره، وبقول لهم متشكر كمان مره يعني، عشان انا مش عارف يعني واقفين معانا رجاله فعلا يعني وكده، والف الف مبروك ليهم قبل اي حد يعني. كابتن ادم، بعد فوز النادي الاسماعيلي بدرع بطوله الدوري اليوم، تقول لهم ايه وتقول لجماهير الاسماعيلي؟ والله انا الحمد لله طبعا اول مره العب في الممتاز وكده يعني، فطبعا الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا خدنا الدوري السنه دي وكلها لعيبه صغيره يعني، فالحمد لله يعني. طب تقول ايه لجماهير الاسماعيلي النهارده؟ والله احنا بنشكره لوقفته جنبنا طبعا طول الدوري وكده، ف وبندي له الدوري ده ليه، وهديه للجمهور الاسماعيليه كله وللناس اللي تعبت ورانا طول الموسم يعني. الف مبروك. الكابتن محمد صلاح، بعد مباراه اليوم وفوزكم على النادي الاهلي 2-0 وحصولكم على درع بطوله الدوري، شعورك واحساسك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله ربنا وفقنا النهارده ان احنا نحصد مباريات الموسم كلها
لصالحنا، والحمد لله ربنا وفقنا وكانت جهودنا دي كلها بالنجاح الحمد لله النهارده. حمزه الجمل قلب دفاع النادي الاسماعيلي، الف مبروك حصولكم على الدوري. الله يبارك فيك والف مبروك من مشلية لمحافظه الاسماعيليه والجهاز الفني والجمهور واللعيبه وعلى الناس دي كلها. الراجل عشان ما نساويش سياده الوزير عبد المنعم عمر، لان هو تعب اصلا، هو اللي تعب في الفرقه دي اصلا. يعني بقول له الف مبروك وبهدل الفوز للناس اللي شاركت معنا في المباريات وكل. يعني الحمد لله كابتن بشير عبد الصمد صاحب هدف تعزيز النهارده، تقول لنا ايه عن الهدف اللي احرزته النهارده؟ والله هو كان يعني هدف اطمئنان يعني، وكلنا فرحنا بيه لان احنا صعب قوي بيخش فينا جونين يعني، والحمد لله ربنا كرمنا والجون الثاني ده هدانا قوي يعني.